تم اللقاء مع السيد وزير التخطيط الدكتور خالد، وتم تسليمه النسخة الأصلية من كتاب محافظة البصرة الذي يخص مشروع مجاري الزبير المرحلة الأولى، والذي يؤكد ويطلب إعلام المحافظة عما آلت إليه من إجراءات، وبالأخص فيما يخص التريث الذي صدر مؤخرا من قبل رئاسة الوزراء. بعد متابعتنا صراحة وبعد التأكيد من خلال وسائل الإعلام وكذلك الخطابات الرسمية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم أكد لنا سيد وزير التخطيط بأنه لا توجد هناك حاجة لمصادقة مجلس الوزراء مرة أخرى بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بحالة مشروع البنى التحتية للمرحلة الأولى لقطاع الزبير. وجه سيد وزير التخطيط مشكورا دائرة القطاعات بمفاتحة محافظة البصرة بالمضي قدما، والتأكيد على أن تم استكمال كافة الإجراءات القانونية التي تخص مشروع البنى التحتية للمرحلة الأولى، وعلى المحافظة المضي قدما في حالة المشروع قدر تعلق الأمر بوزارة التخطيط. فبالتالي بعد اجتماع اليوم لا توجد هناك حجة صراحة لدى حكومة البصرة المحلية أو عذرا في حالة والمضي قدما والإسراع في حالة مشروع البنى التحتية لقضاء الزبير المرحلة الأولى. إن شاء الله بعد توجيه معالي وزير التخطيط غدا سوف يصدر خطابا رسميا من وزارة التخطيط إلى محافظة البصرة، ويؤكد على المحافظة أن تقوم بالاستمرار في إجراءات حالة مشروع الزبير المرحلة الأولى بكافة تفاصيله بعد إزالة كافة المعوقات واستنفاذ كافة الإجراءات الخاصة بهذا المشروع، كذلك إضافة القطاعات الأخرى وإضافة الفقرات المطلوبة من قبل محافظة البصرة.